السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم. السلام عليكم البنات والميمات واللي متبعيني كاملين في قناتي في يوتيوب. كيف بقيتو؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ على خير؟ احوال مزيانه؟ كنتمنى من الله تكونوا على خير وبخير. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو جديد، واحد العشيه جديده، واحد نشاط جديد. كما تيقولوا لي بزاف ديال الناس اللي متبعيني، راه كنفوجوا معاك في القناه ديالك، كتنشطينا. مرحبا بكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. كنتمنى من الله تشجعوني كما كنقول لكم دائما، ودائما اللي يجي ما تنساوش لي بارطاج مع الحباب ديالكم. كما قلت لكم جيتكم اليوم بواحد لا فيديو جديد، واحد العشية جديدة مع واحد اليوتيوبرز. عشية ديال الحنة ديال 7 شهور، واحد كليانة مشيت عندها وديتها لجليسة الحنة. على فكرة البنات، هذه جليسة الحنة ملكية، أول مرة غادية تلبسها هاد اليوتيوبرز، يعني مازال جديدة. يلاه دخلتها جليسة الحنة ملكية، بالطبيلة ديالها، باللبيسة ديالها، بليزيكسيسوار ديالها، بكل شيء. كنتمنى من الله تعجبكم وتقولوا لي آراء ديالكم. مرحبا بكم البنات، ومرحبا بكم معنا في العشية ديالنا، وكنتمنى من الله تعجبكم. وما تنساونيش بالتعاليق ديالكم الزويونين، وما نطولش عليكم بالهضره الهضره الهضره، نخليكم مع العشية ديالنا ومع الحنينة ديالنا. يلاه البنات، ما تنساونيش بالتعاليق ديالكم الزويونين وليجيم. عليك وعلى
الحروف وهي لالا وهي لالا وهي لالا وهي لالا وهي لالا. Allah'a sidi, inşallah.